برامج التنشئة old fashion يعني التربية، وزارة التربية لازم كل هاي تشعلها وتعمل برامج جديدة تحكي على الأخوة، على المواطنة، تحكي باحترام على الأديان. يعني الصف الخامس والسادس هذا الجديد تحكي سوء عن اليهود والمسيحيين. يهود ما يمصائينا، المسيحيين ما منافقين مثل ما يكتبون أو مشركين. وجود فصيل مسلح شارك في الحرب على داعش، والآن يقال أنه يساهم في حماية سهل نينوى وبعض المناطق. ونحن ما عندنا فصيل مسيحي باسم المسيحي. إذا كان أنا شفت السيد أبو مهدي المهندس 3 مرات، وشفت هذه العامر هي، وقلت له خلي يظل بالحشد هذا الفصيل، بس من دون أنه ينتحل صفة المسيحي. مثل ما هناك أشخاص هم سنة، هم تركمان، هم معفيش بالحشد، بس من دون أنه يسمي فصيل تركماني، فصيل يزيدي، فصيل. نحن كمسيحيين نرفض مطلقا أن يكون لنا فصائل باسم المسيحية. أما هي محاربين وبالحشد مجاهدين، والحشد يعني أبلى بلاء حسنا في محاربة داعش، نحن نحترمه ونأخذ لهم تحية. أما يجي يقول أنا مسيحي وباسم المسيحية أو باسم الكلدان أو باسم السريان، نحن نرفضه هذا الشيء. هاي ما أخلاقنا. نحن يعني ما نمسك السلاح، وإذا نحن نريد أن ندافع عن وطننا ننخرط بالجيش، بالشرطة الاتحادية. شلون وضع المسيحيين الآن بعموم العراق وخصوصا في المناطق المحررة في نينوى؟ يعني وضع المسيحي مهمش، المسيحيين مكسورين الخاطر، الدولة ما اهتمت بهم، وأيضا الأصولية الإسلامية أذتهم جدا. يعني هالتطرف الإسلامي اللي تطور إلى نوع من الإرهاب، داعش والقاعدة، وما بسائل الميليشيات المنفلتة اللي باسم الدين تروح تنهب وتقتل وتخطف، وكثير صار استحواذ على بيوتهم، على ممتلكاتهم، وحتى على وظائفهم. يعني حتى بالوظائف المسيحيين ما صعب أن يحصلون على وظيفة؟ كثير صعب. يعني هاي اليوم بالتربية كم ألف صار يعني توظيفهم؟ أسأل كم مسيحي ومسيحية مع أنه هناك يعني عندنا والسبب هو تمييز الدولة، يعني تمييز خلينا نقول الأحزاب المتنفذين، لو هي صدفة يعني؟ لا هو مخطط. كيف صدفة؟ مخطط